وإن كان الصراع يوحي بأنه بين معسكرين، إلا أن شرارة الحرب في أوكرانيا تنذر بإشعال الأوضاع في دول عربية، حيث حذر معهد الشرق الأوسط للأبحاث من أزمة خطيرة واحتجاجات شعبية ستضرب العديد من الدول العربية بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا الذي سيعرقل توفر أرغفة الخبز على طاولة طعام المواطن العربي، كون روسيا وأوكرانيا أول موردي القمح بالنسبة لهم. السودان الذي يعاني من تراجع في احتياطاته النقدية منذ توقف المساعدات الدولية سيكون أول المتضررين بحسب المعهد، الأمر الذي يفتح الباب أمام استمرار الاحتجاجات الشعبية. أما اليمن الذي يعاني من أزمة إنسانية تعتبر الأسوأ في التاريخ الحديث، يتوقع أن يكون للحرب تأثيرها المأساوي على الشعب اليمني الذي يحصل على نصف طلباته من حبوب القمح من روسيا وأوكرانيا. وإلى سوريا، فقد توقع برنامج الأغذية العالمي بتسبب الحرب الحالية بين روسيا وأوكرانيا في تجويع 12.1% مليون سوري، وهو ما سيزيد من مأساة بلد تساعد موسكو في إشعال الحرب فيه دعما لنظام الأسد. الوضع في لبنان لا يقل خطورة عن الدول الأخرى، حيث أدى انهيار النظام المصرفي لإفقار 80% من السكان، حيث أكد مستوردو القمح بأن المخزون الحالي لن يكفي سوى لشهر ونصف فقط. تونس التي تستورد 60% من القمح من أوكرانيا وروسيا انعكست أزمتها السياسية على الأوضاع الاقتصادية، حيث تراجعت موارد الدولة وتزايد دينها العام، مما تسبب في عجزها عن شراء القمح وتلبية احتياجات المواطن من الخبز. أما مصر فتعتبر أكبر مستورد للقمح في العالم وثاني أكبر مستورد من روسيا، حيث أكدت السلطات بأنها لن تستطيع شراء القمح بالسعر الذي كانت تحصل عليه قبل الأزمة الروسية الأوكرانية. وزارة الزراعة الأمريكية توقعت تضاعف واردات العراق من القمح خلال العام الحالي بسبب الجفاف الذي يحد من الإنتاج المحلي، ما يضع العراق أيضا ضمن دائرة الدول المعرضة لأزمة غذائية كبيرة ربما تتجاوز أزمته السياسية والاقتصادية التي بدأت منذ احتلاله، لتنذر الأوضاع بتفاقم مشاكل المنطقة العربية وانطلاق موجات تظاهرات جديدة لربما تتسبب في الإطاحة بأنظمة أخفقت في توفير أدنى متطلبات العيش لشعوبها.